مر حبا مليون. ويلكم باك تو الحلقة الجديدة من ترانسبورت فيفر. والحين أنا لاحظت عندي مشكلة، أنا أحس الشغلات اللي عندي كلها قديمة استوت خلاص. نحن في 1907 وأنا بعد أشتغل شغلات قديمة. واحد منهم أو أي خط هنا، لحظة خلينا نمسك أي واحد من السيارات. من سيارتي، من سيارتي هذا لاين 3. اوكي خلنا نفتح لاين 3. هذا هو لاين 3. احس سيارات قديمة، سيارات قديمة. خلنا نسوي اوتو ريبليس حقهم. هم بدلوا لكن احنا تكاسي. اوكي كلكم روحوا ريبليس نو. خلنا نشوف اول مرة نستعمل ريبليس نو. ها كلهم بيون هني المفروض، بس يمشون على الخط هم ولا كيف؟ خلنا نشوفهم. سويت ريبليس نو. اوكي ذير ايد فيهيكلز. يلا يس، انا ما دقيت يس. خلنا نشوف يا جماعة، قلنا لكم بدلوا ريبليس ناو. Do you want, do you wish to proceed? You have to pay $190. Yes. اوكي تبدلوا. ها تاكسي، شوفوا يو فرقة. كم واحد يشل؟ شلني وياك. حليلة التاكسي، حليلة ريس كامل. خلاص بدل كل شيء تكاسي الحين. صور 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 صور، ما خسر ميزانية. اوكي ما بدل تكاسي. خلنا نسوي ابجريد، بس خلنا نطور الشغلات في المدن. لما تجي شغلات قديمة، ناس عالم ودنيا وكل شيء قديم. لحظة المدينة هاي الثانية، يعني 4 و5 وشيء ثاني كان حيد، ولا 5 و6 وشي. هي 5 و6 وشي. ريبليس شوف تاكسي اون ريبليس ناو. يس ما بشوف شغلات قديمة. لاين 6 هني. اي نعم ريبليسمنت تاكسي اون ريبليس ناو. شوف الخسائر الحين، مش خسائر هي، بس ترى في نهاية اليوم. اوكي اللاين اللي بعده في عندي اماكن يبالها تغطية زيادة، بس بعدين بنسويها. هذا لاين كم؟ هذا لاين 6 سويناه صح. عقب اللاين 6 10 هناك المدينة الثانية 11 هني. اوكي ريبليسمنت يس، نبى تكاسي. اوكي ريبليس ناو. ليش الناس عايشة في ايام الثمانينات؟ خلاص عندنا فلوس، عندنا فلوس. هذا لاين 10 هني صح. هذا لاين 10 والله يبالها تبديد شوي. لاين 10 ريبليسمنت، لان الاقتراحات الجديده محتاجه ناس اكثر، واذا انا محتاج ناس اكثر انا خلنا نسوي ابجريد. خلنا نطور، خلنا نلحقه. ايوه يتبدل وهو يمشي بعدي. هو والله الانستنت هذا بعدي. انزين السالفة. اوتو سيف. انا اسف يا ايها الناس لكن ستموتون. ستختفون، ما يموتون هني لعبة. كيف يموتون؟ هو المفروض انا ما اسوي هالحركة الصراحة. انا المفروض ما اسوي هالحركة الصراحة. المفروض اول ما يوصل اختار براويك بعد شوي شو الحركة الافضل من هاي، عساس ما تقولوا خليل ياس خربنا ياس نذبح العالم. لا 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 صبر صبر. تعال انت هني واحد بنركب فيك نفسه هناك. 7 4 5 6 7 بيع الاولي دخلنا فلوس. بعد يسوى زين. 6 لاين، لاين كم انت كنت؟ 9. تعال زين. المفروض الحين ما نسوي طريق، المفروض التريا اول ما ينزل. ها كم واحد يشل؟ 98 100 بيغطي زحمة. شوفوا الحين هذا بنلحق. اوكي زين.
انا شو سويت عكست؟ لا روح روح warning road vehicle has 47 reaches lifetime. لاين كم هذا؟ لاين 15. بنسير للحين لاين 15. وايد شغلات يبغى لها تبديل الصراحة. على حل خايا كان بكمل الجودز، لكن مكمل جودز اصلا. ليش مكملهم؟ لحظة صبر، نزل شوفوا. لا خلاص هاي الراحه فيها خلاص. المهم بالطريقه هاي المفروض اللي تفضون الناس اساس لاين 15 صح قلنا. شوفوا هذا المدني اللون المش باين موسخ. لاين 15 اتصور بيكون في هالمدينه ولا لا؟ هذه اللي هني. شو السيارات اللي عندنا الحين؟ خلاص كديناهم كد 1946. هاي الافضل. اوتو ريبليسمنت ريبليس ناو يس حق اللاين هذا. زين صديقنا الاختار وصل للديبوت. انا مضيع شوي اليوم تحت الجسر ما يبين يخرب بيته. خلنا نبيع هذا. زين ونفس الترتيب، ترتيب حلو الصراحة، ترتيب حي. ونحطي 7 من هاي المولدعاس، 5 6 7 ونهد على اللاين. مو ما اعرف كم كان اللاين توه، هذا لاين 9. انزين كم واحد استري هنا؟ كم بيركب؟ فلو بعده في ناسا. شوفوا حركة المدن كيف ونحن ساحبين. هذا لاين كم؟ لاين 15. لاين 15 توه سويناه. لا كم نحن سوينا؟ اي هذا هو. كيف لايف تايم يا حبيبي مسطل. انزين كان عندنا هني سيارات وهني سيارات وعندنا قطارين غير. كم هني؟ 100 وشي نفر. وين الديبوت ماله؟ بيكون على اليمين. اوكي انت روح الديبوت على طول مره، برجع لك بعد شوي. عاد سامحوني السكان خلاص صرحت عليكم. زين هني شو السالفة؟ 200 وشي والله زحمة قامت تستوي. شوفوا هذا، هذا كان لاين 2 اظني ولا لاين 9. هذا تو اللي بدلنا. اوكي الحين بتروح الزحمة بيشلون العالم كله. هذا اظني لاين 2 كان. هي هذا لاين 2. لاين 2 ما يلحق انترس. بس حلو في الخريطة كيف انه يحطون الامور عشوائية بشكل جميل الصراحة. زين خلنا نسير لصديقنا. وصل بطيء 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 جدا. المهم نعد القطارات الحين. اختار الثاني وصل اظني. وين صار صديقي؟ هذا هو وصل. بدنا نسوي ابديت حق كل شيء الحين. خلاص كل شيء عندنا هني محتاج ابديت. نبيع الخطار الجديد، ندق باي ترين، نشتري خطار جديد من صديقنا الداعس. هذا 1 2 3 4 5 6 7 7 رقم واحد انت. خلنا نوقف هذا الاخطار، رجع شوي استهبل عليه لان ذاك يطلع. اوكي انت خلاص انت امورك طيبة. القطار بعد فيه باور ترى. هذا منتهي القطار، مرة منتهي خلاص. جديم قطاراتنا يبالها تبديل من الخاطر.
بس ادري باقي اثنين لكن يا الله ايش مفروض waiting for what مفروض انا رايح خلاص لحظة وقف اللعبة لان هذا ما ينفع بالطريقة هاي او ان اشل الشارع من هني وصل هني بس مشكلة بتخف شارع الشارع بتخف شوي بتخف هني بس اظني اوكي اظني اوكي لان ذاك واقف الحين تريا هذا يخلص بس هذا بيدعسه شوي وبشوي شويتين بعد شوف وين مسار اختارات هذا هني البقعة كاملة صرنا يخفوا عليها بس ما خف شيء بالنسبة السرعة هذا هنا بس 53 مع ذلك مرة طيبة والارتفاع يلعب دور في السرعة ترى بعد بس اختارنا صار ما يدعس فوق ال ايش سرعة الشارع هني 120 100 هناك يعني حد السكة مالنا اصلا يا الله البطيء يا الله ما ابطأ هذا بيريس من هد شوف فرق بين 60 وبين 100 تمشي كم 16 كيلو ياس يمشي يلا خلها اعرفكم ما عليه ما عليه مشكلة احنا الحين خلنا نبدأ نوصل الجودز الجودز هاي يبالها بلاستيك بلاستيك موين نحن سوينا من هذا المصنع اللي هو هذا شو انتاجه عنده يقدر انت زيادة يقدر بس افضل اني ما انتج من نفس المكان تعرفون انتو المشكلة اللي جتنا قبل خصوصا انتاج نفس المكان المهم ما كمل سكتنا اللي كنا شغالين عليها اللي هي هاي هذه وصلها لين هني ثلاثة يمد الصوب الثاني أربعة خمسة كم بياخذ عنا فلوس 300,000 يلا سوينا له أبجريد إن هذا بيروح وين هذا بيروح نباع فيول للمدينة استوت يمكن شوي خربطت المواضيع شوي وين هذا وين يا الله يا صديقي دعس منتهي وضع منتهي شو يبون هايل يمكن قطعت عنهم شارع شيء شو سويت بمنا ايه قطعت عن الشارع انا ونسيت احط جسر لحظة بنرجع لهناك دقيقة بس خلونا نحط الجسر هنا نقدر ننزله ولا لا خلنا نكسر شوي زيادة وانتو احسبوا نفس الحياة الواقعية الحين لو عندنا مدينة شو اللي يجذب الناس للمدينة هاي وظايف خدمات هاي الامور هاي اللي يجذب الناس لأي مدينة نحسوي بطريقة هاي هني بنزلة اوكي نحطي اكسر هني شوي بعد ضربة خلي الشكاوي تروح
حليو الجسر، بس ليت انا سويته هني شوي افضل. المدينتين كانوا يشتكون ما بينهم شارع، فعدلنا الشارع اللي بينهم. مشكلة مش هني، المشكلة ان هذا انتاج ما احس اكسب الموضوع هذا. عنده معدن وايد دائما ناقص فحم، عنده سلج حلو نطلع حق صناعة ثانية. الحين هاي لازم يكون لهم حل، مع انهم يدعسوني مشون 60، بس المسافة طويلة. شكلي بحط اخطار ولا ثانين غير. انزل خلنا نرجع صديقنا هذا نفس الحال بعده. هذا الجسر خلنا اعدل الهاي واي بينهم. لحظة شايب اني وضعنا اظني يكون افضل. المدينتين اساسيات يعني، اسوي كل شيء اختارات حاليا. وفي انا احب الاختارات صراحة، ادري في شغلات ثانية بس انا احب الاختارات. اختارات شيء جميل. اوصل هاي بعد ما اخلص من الاختار. اوكي نزلت شغلات جديدة، انا اسوي شيء جديد عيل. الحين بوصل مدن غير، الحين بيبدأ الخربطان شوي ترى، الحين بيبدأ الخربطان صدق. ليش؟ لأن لحظة هذا اشترينا راس الاخطار، هاي شل الناس شل الناس هاي شل الناس مفي شل الناس جديد 4 5 6 7 نفس اللي قبله. إذا ذاك ياها بيتريا وايد. انزين عندنا شغلات جديدة حق الحديد والفحمة، لو ما كان عندنا شغلات تعبانة. انزين مو مشكلة، بنسوي هذا بغير. انا ما اتوقع انه يستوي، بس هي صعب اي بالطريقة هاي، الا اذا اهدمه واحطيه هني واخليه من الجهتين رايح وراد. بس مشكلة الحين بدخل هذا، بحط العربات الجديدة عليه. ان هالعربة كم سرعتها اصلا؟ سؤال. كل عربة لها سرعة ترى، مثلا هذه سرعتها 80 ممتازة، بس هاي تشل اكثر. ما حطي 10 من هاي، حطي 7 من هاي ولا 8 ولا 10، انا مش متأكد. شو راس اختار؟ صبر خلنا نشوف. ندخل هذا داعس، هو الصراحة داعس، بس بشوف اذا اقدر اجيب سامان اكثر. خلي يطوف يلا ادخل. خلنا نضبط امورك بايترين، نجهز قطار هذا للفحم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اظن بيبطا غصب غصب، بيشتي بطيء. ايه هذا القطار القديم من هذا متلعوز نا تلعوز. هدور رقم الاختار كم هذا سير فيه، بس سير فيه لا ترحم. هيا بسير يجيب، بس هذا كم يشل؟ شل 80 وبيكون اقوى. الثاني بعد وغيره مرحلة من المراحل ان شاء الله. هاي الردي امورهم طيبة، مو محصلين انتاج كافي اصلا. انا الحين بزيد الانتاج هني، بس اقدر اسوي حركة ثانية ان اطلع اختارات اكثر لهناك، بس
ما يحتاج الحين. الحين بتشوف هذا شو بيسوي. بيدعسه 50 51 مرة طيبة. اختار ثاني من شوف اللين رقم 1 200 اوكي نفس اللي تحته. بعدين بيدخل في الربحية واللي هو ممتاز ممتاز. الحين الجودز 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 بتحتاج بلاستيك. انزين خلنا نشوف وين يبنون بلاستيك. وين بلاستيك من هني يبلين هني او وين يبلى اقرب مكان بلاستيك يا اصدقائي. وين اجيب له اقرب مكان بلاستيك ستيل؟ حتى لو خدته من هني بيكون شغلانة. فابا بلاستيك وخشب. انزين هو ممكن جدا يعني مش شويد معقد. اقدر اجيب لنا هني بدل بترول مزرعة. بغير الشارع هذا يعني هالشارع شو اسوي به. انا اخبركم لازم زوم ان. زين وخصوص اني قاعد احط سكة قطار في شارع. ما بش الحقك انت شو شارع. خلنا نسوي بلاستيك هني اوكي. هلكم معايا مركزين؟ نحطين الشارع هني قريب اكل اوكي. الشارع اوكي خلهم كلهم بقريدت. مو بالعكس انه فلوس. الحين هي نفس الواقع ترى من ناحية يعني إذا كل ما نحن نوصل صناعات أو هالسوالف الأمور أكثر توفر وظائف أكثر توفر دنيا أكثر ناس يكونون موجودين بشكل أكثر. الناس بتي يعني على المدينة هاي ليش ما تيكم؟ 87 لا ما أبغى. شوفوا كيف تفرق سرعة القطار بس على لفة بسيطة. فليش أنا دائما أحاول أخليه قدر الإمكان معتدل. مية مية وعشرين كيف أقدر أجيبه إلى هني على أسرع سرعة ممكنة. خاطر اسوي نفق هني دام فوق الامية ما عندي مشاكل. لحظة شل الشارع بعدين بسوي لهم شارع ثاني مو مشكلة. غالي بيكون ترى شوف 120 120 كله 120 حلو. جميل حلو النفق الصراحة جميل. اتمنى هني بس ما يناحس هني. شوي بينا حسني بس عادي لأنه مسوي شي. شوفوا انت الوضع مني بشارع وضع كله يبغى الشارع فقط ترى. مش القضية هذا الطريقة ها توصل قريب. انتم يمكن ما تعرفون اول مرة المسافة بس مع الوقت
بتحفظون مش كثر مسافة من المصنع لين شو لين تحطون قطار ولا غيره؟ لينين على كيفكم. احنا كان من هني تقريبا مكلفنا 1,000,000 وشي. شوف لما اقول لكم ارخص، شوف الحين الفرق، شوفوا 500,000 نص السعر، لان في اساس اصلا لشارع ثاني. الحلو انه ما يخف 120 داعس، هاي شارع مهم هذا، مش 120 بنطلع شوي. خلنا نحط ديبوت، بس بحطيه بطريقة ثانية مرة شوي. هي ادري بحط ايش اسمه تريو عليه، عارف بس شو هذا يوم يروح يروح هالاتجاه. حلو، مش سريع بس كل كم بنستعمل هذا خبروني. سعر بس يوم يطلع خطار فقط لا غير، ما بنستعمل وقت ثاني. بس الهدف انه من يطلع يحصل له درب، ما يدخل يحصل له درب وما يوقف الشارع الرئيسي، هذا اهم شيء فقط لا غير. مش مشكلة يوتيرن شوي ياخذ وقت، بس خلنا نشوف هل يسوى اطول اللفة ولا ما يسوى. هني لين ما يسوى، هنا صار المكان صعب جدا جدا صعب. زين هل اللي بنسويه باي ترين. تعال يا صديق الاخطار، نحن بس نبقى قرينة هناك، ما نبقى شيء ثاني. ترى باقي الاكل بسوي مكان ثاني، بطرش الاكل عقب، بس الحين ما نبى الحيوانات. اخذ راس الخضار هذا و... ايوه صديقنا بتاع القرين الجديد 5 7 8 9 وايد، بس اوكي. نيو لاين هني لين هني، وارجوك لون خطه بيبين، حطيت لون ثاني انا اخس عنه احمر ولا شي، خلي اسكر هذا بس هذا يبين. هل يطلع راح تعدي، بس اهم شي اللفة هاي العودة مضبوطة اهم شي. زين الحين بوصل هالخطار البلاستيك في صديقنا اللي هو في مدينتنا، بما اننا عندنا الخطار اصلا هني من تحت، بجيب الخطار من تحته بخليه ماشي هالسكة، بعدين يروح من السكة هاي يخطف الجسر من هني ويوصل لهني. بيكون درب شوي لكن بيكون شكله حلو اظني، بيكون شي جميل. يلا خلنا نبدأ في الخطة، عيل الخطة العجيبة السحرية. ندخلك هني، نبى جرين صحيح، نبى محطة هني. عفوا عيب يا رجال، كيف عيب تفضحنا الحين؟ نحطي هني ان شاء الله، ان شاء الله هاي المسافة هاي ما تخسرنا اي وقت وما تسرب. مرات بعض الامور سوي الواحد شغله ما لها داعي. حاول اوصله طريقه يكون قريب، ايش يعني انت ما تسلب؟ يعني مش ما لها داعي، ما يفرق يا اخي. الشارع انا قاعد ابني، مش قاعد ابني، مش قاعد ابني اختار شارع عادي يا اخي. والله بعد ما توصل اذا واجهت مشاكل بغير مكانه، بس لو ان اللفه هاي معوقه شوي
مو مشكلة. شوف، أو كان ممكن أني ألف بالطريقة هاي يكون أقرب. بلف بالطريقة هاي، إيه بغير. ممكن بلاستيك حق هاي البقعة أصلا، بس لا الخشب، الخشب يا خشب. أوكي بلفه، خلي اشوف يركب عدل ولا ما يركب. لو ما ركب يركب أريحية بعد. الحين هذا بيبدأ يشتغل أظني. لا ما يبغى ولا شيء الحين. هم الزرعة بدأت تنتج 19 حلوين. بيبدأ يدخل فلوس بعد شوي، ما بيطول هذا زين. مية وعشرين، نحافظ على السرعة شوي، نلفه. نعرفه من السرعة هاي بيكون السكة زينة، بتكون يعني ما بتكون سيئة أبدا. مشكلة، خلنا ندفع شوي بس انه يكون الشارع محترم. لحظة، هي شوي يبالها وقت، لكن الشغلة إذا تاخذ عليها وقت وتستاهل وتكون ممتازة ما عندك مشاكل وياها. هو إذا خليته على راحته ومديته يسوي لك جسور، يسوي لك شو اسمه، خسر فلوسك كلها. مرات لأن أصلا أنا هني، مثلا نفرض ان المدينة هاي تمددت او بقطار ثاني، هذا سرعة القطار تغيرت يعني. لا اوكي، ما بخرب شارع. ايه جسر على طول 60، كريه الجسر. ما بيكون عندي اختيارات بالسرعة قريب اصلا. دفعت ترى غالي، وانا كنت اروم اسوي ارخص بس ما عليه. اوكي وهاي فكرة الاخطار. الحين انا ما بطول عليكم الحلقة، وخلي الحلقة توقف عند هني، و برع التسجيل بكملها انا وارجع لكم ان شاء الله، وشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة.